احكي لنا كده ايه اللي حصل في الحريق، بدأ الساعة كام، عرفتوا ازاي اهالي هنا موجودين؟ هو الحريق بدأ من الساعة 11، طبعا كان حريق خفيف جنب الرواية هنا. هنا بدأ من هنا؟ من اول شباك اللي ورا ده كده، بعد كده بقى ايه نشوف بقى فين المبنى كله. المبنى كله بقى اخر الشارع. طبعا في مواد زي الكل دي بتمسك في بيت الجنس، حاجات البلاستيك. طبعا اكيد لما الساعة وقع اتردم على فالنار ده حاطين مشتعلة واللي فوق بيتطفي. لا بالعكس يعني هم احتووا ان جنبيها عمارة، هم حاولوا العمارة المبنى. تفتكر السبب الأساسي في اندلاع الحريق أربع مرات، هل الخشب المتواجد أو الملابس بتساعد على الاشتعال؟ لا هو أكيد طبعا خشب قديم. خشب قديم. خشب التبني قديم، تمسك بيه النار ما بتدورش في المية برضه بقى إيه؟ كأن مثلا ممكن تكون المايه بتساعد على الاشتعال اكتر مثلا؟ لا يعني الخشب القديم هو اللي بيخلي النار. خشب قديم ما ترش فيه مايه ده تمام يعني 50 60 سنه غير الخشب بتاع دلوقتي. طبعا الخشب القديم ده بيمسك فيه النار. خشب قصدك خشب ان هو صافي مثلا؟ صافي يعني ما فيش منه دلوقتي. احكي لنا طيب لما الاهالي شافوا الحريق بدا 11 ونص زي ما انت قلت، عملوا ايه الاهالي؟ البيان طبعا اتصل بالمطافي والساعه طبعا مقر الدخل. طبعا المطافي عشان ايه؟ دخل هنا طبعا يفتكروا ناس كهرباء وبتاع. طب البلاع هنا كان بدايه الحريق هنا. مسك بقى ورا مسك قدام بحيث ان الغسل كلها والمكاتب لازقه في بعضها. لازقه من النار. لازقه بعضها. طبعا الشغل بس كل الحمد لله كل بائع بقى من الجائلين اللي كان متواجد على يعني خساره كبيره عليهم طبعا. يتروح مثلا حجم البضاعه اللي معاه كانت بكام؟ اقل بياع خسر 85 90000. اقل بياع. طب اكتر بياع مثلا؟ ملايين. ملايين. لو بياخد بنزل الشغل على يعني على الاجل. انا بجيب شغل بديك انت بس شغل واخر النهار مثلا ايه باخده في عدد. فما يعني ثلاث مخازن كبار دي. الصفي كتير ربنا يعني. هل المالك احد اصحاب المخازن ولا دول مستاجرين من مالك؟ مستاجرين من مالك، بس المالك ده بقى ورثه. هيبيض في السن ومتوفي. العقار اثري يعتبر اصلا. هو اثري يعتبر. احنا شايفين ان الطابق او السقف وقع من كتر النار. عشان خشب. عشان خشب مش حديد. الخشب عامه نسبت فيه النار بيتاكل هم ضاربين فوق مع الميه. كنت متواجد برضه اثناء الحريق مع الاستاذ؟ كنت موجود من اول الحريق. احكي لنا طب الكواليس او كده. معلش احنا كنا بنشطب بس عليه شويه. معلش يعني خليك كده. كنا بنشطب ولقينا مره واحده دخان طالع من فوق، جينا نبص عليها لقينا الدنيا نار بقى والدنيا معدي على بتتنفس. وبقى مسكت هنا الاول، بعد كده اشتغلت هنا، بعد كده بقى مسكت في نص العماره هنا والبلكونه وقعت اللي انت شايفها في الدنيا دي وقعت. هل تتوقع ان ده ماس كهربائي ولا؟ ماس كهربائي بس اكتر من كده مفيش حاجه تانيه. دي مخازن كلها مخازن اكيد ماس كهربائي. مش عارف غير كده. مفيش ممكن. لا طبعا مخازن كلها مخازن مقفوله وفيها احذيه وفيها ملابس وفيها حاجات كتير قوي. ربنا عوض علينا وعوض على الناس اللي كسبت كتير. بيقول لك يعني مقارنه بكل عام ماضي اللي في حريق يعني في العتبه. مظبوط. كان برضه من سنتين كانت الاندلس هنا برضه، منطقه الاندلس هنا كانت حريقه كبيره برضه، بس دي اكبر حريقه بتهيألي. شغاله من 11 ونص دلوقتي 7 ونص، يعني بقى لها 15 ساعه شغاله. ولسه رجال الاطفاء بيطفوها لحد دلوقتي. 15 ساعه شغاله. كم عربيه اطفاء جت؟ لا كتير، ده الشارع كان من هنا من اول سنترال لحد شارع الاطفاء. 25 عربيه اطفاء. سمعنا من حد هنا ان في حد توفاه الله بسبب الحريق. هو واحد بس جاله اختناق كده وربنا يرحمه. هو كان عنده ازمه في قلبه، دي تنفس. الحمد لله تنفس ومستعد طبعا تعب ودول المستشفى. بس ما ماتش جوه في المستشفى. هو من الدخان وكده فالمستشفى هو واقف هنا. هو راح المستشفى مع ده طبعا. هو راح المستشفى ما لحقش اللي هو يروح. هو الله يرحمه ويعوض على الناس. كان راجل كبير. شاب بيحاول يطفي برضه بتاعه هو كان عايز يبص على بضاعته برضه. كلنا كان ليه بضاعته كلنا مخازن. ما هي دي عماره كلها مخازن. سمعت ان هنا طبعا الباعة يعني اسره كده متضامنين كلهم مع بعض، ده يعرف ده وده يعرف ده. هل مثلا اسره المتوفي هتدعموهم هتقفوا معاهم؟ طبعا احنا لازم نقف معاهم، ما نسيبش بعضينا يعني.
هنا اصلا كلنا عايزين من بلد واحده. احنا 20 25 يعتبر احنا بنقعد هنا اكتر ما نقعد. احنا مش هنسيبه يعني مثلا اكيد. فما ينفعش انا اشوف مثلا يعتبر اخويا تضيع اذاكره معاه مثلا. شانه مثل شانك يعني كان ممكن انت اللي تكون. انا ربنا فرمان مثلا انا يعني انا حظي شويه عفاني شويه هو ربنا ما كان يعني ربنا كاتبها لي هو نصيبه كده قدره. يعني شفت احد الباعة كان قاعد على جنبه كده على الرصيف كان بيبكي خسارة اكيد. ليه انا راجل دلوقتي بجيب شغل على قدر انا بجيب مثلا ناس ليها فلوس انا بجيب صعب الشغل مثلا شغل مثلا بتسنى 1000 جنيه لما احطه في المخزن ده جنيه مثلا رفعات كل يوم تمشي كده فلما حاجة زي كده تحصل تبقى كارثة. انا بالنسبة لي كارثة طبعا ديون عليك و اكيد يعني ايه يعني برضه انت بتسدد فلوس ناس راحت ربنا يا رب يعوض علينا ويعوض على الناس الخساره دي ويرحم ربنا. احكي لنا كده رجال الحمايه الميدانيه عملوا ايه يعني في في مجهود كبير قوي منهم بصراحه تعبوا شغالين من امبارح هم صراحه شغالين من امبارح عمالين يطفوا من امبارح الدنيا زي ما انت شايف لحد دلوقتي هم عمالين يطفوا شغالين من امبارح ساحه وعربيات جايه من الساعه 11 ونص لغايه ما تنزل صبوات ولغايات ناس كتير قوي جايه وفي ناس اختنقت من كتر الدخان واغمى عليهم رجال الاطفاء من نفسهم تعب لولاهم كان ممكن الحريق رجال الاطفاء الاختناق الاعمال كلها زي المحلات دي كده ناس هتعدي ربنا يكون مع نسبه الهواء مع ضغط الميه ممكن تجي ان خمس ست سبع اعمال هتوسع قوي طبعا هم الحمد لله يعني هم ما اثروش معانا في حاجه برضه الاسم برضه يعني حوض برضه الجمهور طبعا وجاي عايز يطلع اكيد ازاي لا هنطلع هتموت ممنوع ما هو بشغلك وحياتك وتجارتك انت خلاص عمرك هتخش جوه انت ما انت كده خلاص هتموت لا انت خليك بره وربنا حياتك بقى ربنا يعوض عليك بالباقي ده اهم حاجه طبعا الواحد هو ربنا يرحمه مات في ثانيه طبعا الواحد طبعا يعني الحمد لله يكون في عونك يا رب والله بس معلش انا عايز اعيد الحته اللي قاعد انا استاذنك يعني الاهالي نفسهم عملوا ايه لو من الحريق بدا يعني جيريو مثلا على بضاعتهم جبنا طفايات حريق وجبنا كل حاجه هم استاذنك تقف هنا؟ تقف هنا عشان نجيب الحريق ورا جرينا الدنيا وقعت خالص ما قدرتوش عليها كانت أيوة. شديده ايوه رجال الامن بقى وقفوا منعونا ان احنا نطلع نبص على بضاعتنا نجيب بضاعتنا ونحافظ على سلامتنا برضه حد يتأذي حد يقول له حاجه الكلام ده كنت متوقع ان الحريق ضخم بالطريقه دي؟ لا ما كناش متوقعين والله متوقعين اللي هي فاهم مسك عربي مثلا حاجه بسيطه حاجه بسيطه وهتخلص وخلاص هنكمل بس هو قضاء وقدر ربنا زي ما انت شايف يعني ربنا يعوضكم يا رب يا رب في حالات اختناق غير الشخص اللي توفاه الله حالات اختناق غير غير وفاه لا لا في اختناق بس اللي هو رجال الاطفاء وكانوا ساعات بيجي فاهم مش واحد بس اللي توفاه الله ربنا يرحمه يا رب ويعوضكم يا رب ربنا يعوضكم يا رب انت قلت لي ان رجال يعني الاطفاء معاكم من امبارح وفي منهم اغمى عليه من كتر الشغل ومن كتر التعب يعني توجه لهم كلمه ايه وتوجه للناس اللي خسروا وتوجه للناس اللي اقل ضررا برضه والاكثر ضررا تقول لهم ايه؟ الناس كلها والناس يا رب يعوض عليكم يا رب يعني الحمد لله على كل حال كويس ان هي جت على قد كده الحمد لله الحمد لله على كل حال عايزين بس نعرف حته الاختناق اللي حصل للمتوفي حصل له ازاي؟ ما هو كان عنده مشكله في القلب التنفس ما هو ما استحملش هو كان هنا هو كان معانا هنا فهو ما استحملش الدخان طبعا لما كان ده كله هنا ما حد ما تعرفش تشوف ايدك الدخان كان كتير كان صعب هو ما استحملش فهو بال ما خدوه طلعوه ما شرعجيش عشان ياخد نفس مثلا محمد راح ما عرفش معلش بتقول بس ان البضاعه المتراوحه لكل بائعين هنا الجائلين ب 90,000 ما بقاش واخدهم ما بقوش ملكه الخاص مش ملكه خاص يعني مثلا لو ليه مثلا ليه مثلا 20,000 بقى واحد صاحب ماده بينزل لك شغل انت مثلا ايه بيديك امانه انت مثلا بتكسب منها والباقي ايه بيرجع معاك الدنيا ماشيه كده يوم بيوم كل ده راح طبعا الحمد لله ربنا يعوضك مش عايز تقول حاجه لا من الحمد لله ربنا ما شاء الله فعل الحمد لله رب على قد كده ربنا عوض على الناس كلها يا رب ربنا يرحم المتوفي كلكم هتساعدوه طبعا باذن الله ان شاء الله الحمد لله ربنا لازم يقف جنبه ما ينفعش نسيب واحد زي واحد مننا يعني كان معيش واحد من 25 سنه يعتبر ده زي اخونا ما ينفعش نسيب حاجه زي كده تسلم ايديك كنا موجودين معاكم ربنا يعوض عليك ربنا يعوض عليك اخويا ربنا يعوض عليك
كنا موجودين معاكم هنا من منطقة العدبة بالتحديد في مكان الحرير زي ما حضراتكم شايفين معانا. الحرير لغاية دلوقتي شغال بعد أكتر من 14 ساعة، لسه الأسنة متصاعدة، لسه رجال الحماية المدنية بيحاولوا